يأتي النبأ ليلقي على وجهه قميص الفرح، يولي يده شطر الخزانة، يحزم الأدعية ويرتب الأمنيات، يبحث في الدفاتر المرصوفة بالحكايا عن الأحلام القديمة، وكأمين مرسل يدس أمان الحاضرين في حقيبة قلبه ويغادر. وحين يصل إلى الكعبة يأتي بكل الأحبة ليلقوا التحية من نافذة الهاتف وليهمسوا لها عليك السلام وإليك الشوق والحنين.